مشاهدينا لمناقشة ملف فساد مزاد العملة في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، تحياتي لكم جميعا وإلى جميع مشاهدي قناتكم الموقرة. وأنتم بألف خير دكتور. اللجنة المالية النيابية ونواب في البرلمان الحالي يقولون أن ما وصفوها بالدولة العميقة بين قوسين تقف وراء فساد مزاد العملة في العراق، وأن عمليات تهريب العملة مستمرة عبر شركات غير مسجلة. كيف يمكن تفسير ذلك طيلة هذه المدة؟ تفسير ذلك أنه يوجد فساد في داخل الحكومة العراقية، والتي تقوم بتسجيل هذه الشركات أو هذه المصارف بشكل خاص ولكن لم تعلن للآخرين. وطبعا وهذه الشركات وهذه المصارف تابعة إلى اللجان الاقتصادية التي هي تابعة بدورها إلى الأحزاب السياسية في العراق. ومشكلة نافذة العملة الصعبة تأتي من كون أنه البنك المصرفي العراقي يقول نحن ليس لدينا أي خطأ في هذا الموضوع، وإنما نحن نقوم بتحويل العملة العراقية إلى عملة أجنبية بناء على توصيات من وزارة التجارة، لأنه أي مستورد، أي شركة تستورد أي مواد غذائية، أي منتجات من خارج العراق عليها أن تقدم بيانات إلى وزارة التجارة، وعلى ضوء ذلك وزارة التجارة تقوم بالسماح لها باستيراد هذه. طيب. وبناء على سماح وزارة التجارة تذهب إلى هذه الشركة أو إلى البنك المركزي العراقي ليقوم بفتح حساب وتحويل من مزاد العملة الصعبة ما يسمى نافذة العملة. طبعا سابقا كانت تسمى مديرية التحويل أو مديرية الرقابة على التحويل الخارجي. نعم. الآن تغير اسمها. طبعا في رد البنك المركزي أنه يقول احنا علينا أن نقوم بعملية ضبط المنافذ الحدودية. نعم. مع الدول الخارجية وخصوصا مع إيران، بسبب أنه استيراد هذه السلع والمواد الغذائية وما غيرها من خارج العراق تمر عبر إيران، وتقوم هذه العصابات خلينا نقول هكذا التي تسيطر على المنافذ الحدوديه بتزوير الفواتير والى اخره. بعدين عمليه مساله جدا مهمه، يعني تصور عندي احصائيه انه قام البنك المركزي العراقي بتحويل 180 مليون دولار، في حين العراق استورد بقيمه 30 الى 40 مليار دولار، تصور الفرق. ما هو معناها؟ معناه انه اتفاق بين الشركه أو المصرف المستورد مع الشركات الخارجية أينما كانت في العالم. نعم. شايف كيف؟ من أجل تضخيم مبلغ المواد الغذائية وجميع السلع المستوردة. بعدين رأي آخر موجود أنه، وحنا نعرفه كاقتصاديين، أنه لا يتم تحويل أي مبلغ من العراق إلى أي دولة أخرى إلا عبر البنوك الأمريكية، وخصوصا عبر بنك الدولة وبنك مورغان الأمريكي. إذا الأمريكان عندهم علم، يجب أن تقوم أمريكا أو بنك مورغان أو بنك الفيدرالي الأمريكي بتمحيص هذه العملية التجارية. يعني شنو معناتها ب رغم أنه اللجان المالية أو اللجنة المالية تقول أنها شركات غير مسجلة، ولكن حضرتك تقول أنها مسجلة عند وزارة التجارة، ولكن هنا اللجنة المالية أيضا تقول أن هناك حلقة مفقودة تخص آلية التحقق من الفواتير من الصادرة من البنك المركزي. أين هي هذه الحلقة المفقودة؟ لا يكون بتحويل أي مبلغ إلا بوجود فواتير أو يعني سماح من وزارة التجارة أو أي مؤسسات أخرى لها الحق بإعطاء سماح باستيراد وتحويل عملة إلى خارج العراق. طيب. يعني ما توفر كلها للعلم طبعا على ميزان المدفوعات، وهذا ليس بالمهم. انا قمت بتدريس الماليه الدوليه لمده 4 سنوات، شايف كيف؟ في جامعه الطفيل التقنيه بالاردن، واعرف انه ميزان مدفوعات راح انت كيف تحول اي مبالغ الى الخارج الا عن طريق استيراد ادويه، شايف كيف؟ دعوه خبراء، ارسال مرضى الى الخارج لاعطائهم سماح بتحويل العمله الصعبه، شايف كيف؟ له والى اخره، حتى يتم انه
حسابها في ميزان مدفوعات، يعني حساب نحن مدينين نكون إلى هذه الشركات التي تستورد من الخارج، أو إلى مثلا عندما تقوم باستيراد مصانع، باستيراد أدوية، باستيراد خبراء، وإلى آخره وإلى آخره. هذا كله احنا تطلع من البنك المركزي، يعني احنا نعوض هذه العملات. يعني اي مريض يطلع الى خارج العراق للعلاج يجب ان نقوم بتحويل له مبلغ معين، 3000 4000 دولار حسب ما يسمح به البنك المركزي. يعني هذا اذا شنو معناته؟ معناته احنا تكون مدينين للخارج، يعني هذه العمله طلعت من عندنا. نعم. في ميزان هنا دكتور اللجنه الماليه بالاضافه الى ما تفضلت تقول انها تنتقد وجود عدد كبير من المصارف الاهليه، ولا سيما وان عددها في العراق هو عدد هائل وليس موجود في باقي دول العالم مثل هذا العدد اللي موجود في العراق. صحيح. انا حسب ما اعرف انه يوجد بالعراق 40 مصرف اهلي. نعم. اعطيك مثال واضح، انه قبل حوالي 4-5 سنوات، نعم، عندما الحكومة العراقية أفلست فقامت بالاقتراض من هذه المصارف الأهلية. طيب لو نأتي نحلل من أين لها هذه المصارف الأهلية، شايف كيف؟ نعم. هذه المبالغ الضخمة التي تقوم بإقراض الحكومة العراقية من أجل تمشية من أجل دفع الرواتب ومن أجل كذلك مسائل أخرى، شايف كيف؟ ونزلت قائمة بأربعين مصرف كلها تابعة إلى الأحزاب السياسية بالعراق بالاسم واسم المصرف ومن الذي يقف خلف هذا المصرف. تفضل. طيب هنا دكتور، يعني بعد استنزاف خزينة الدولة والأموال المهربة لخارج العراق بشتى الطرق، هناك مطالب نيابية باللجوء إلى شركة محاسبة عالمية ورصينة من أجل معرفة الحجم الحقيقي للأموال. هناك من يقول هي 300 مليار 312 و 600 مليار الأموال المهربة إلى خارج العراق. برأيك هل يمكن فعلا استعادة الأموال المهربة التي يتم تهريبها بطريقة منتظمة؟ هذه المسألة أثيرت قبل فترة وبدأت الحكومة العراقية وحتى على أساس أنه الولايات المتحدة الأمريكية طرحت للعراق. بعدين أنا بخصوص هذه الشركة المحاسبية، طيب أنا أجاوب على هذا السؤال. طيب إحنا يوجد لدينا ديوان الرقابة المالية بالعراق، وهو ديوان طبعا ذو خبرة عميقة، يجب أن يكون لديه قسم محاسبة لعملية استرداد هذه الأموال. بالإضافة إلى فرضا إذا لم يتمكن ديوان الرقابة المالية من القيام بهذه المهمة، عند ذاك نطلب مساعدة إحدى شركات المحاسبة الدولية الموجودة في بعض دول العالم. ولكن لا يتم الكشف عن أي عملية تهريب، ولا حتى اللجنة المالية تعرف أين هي الحلقة المفرغة. أنا اللي أعرف أنه ممكن أمريكا طرحت مساعدة على العراق، وقد نحن نعرف يعني وزارة الخزانة الأمريكية آخر المعلومات اللي قدمتها قبل حوالي أكثر من سنة أنه لديها قائمة بكل الرؤوس الأموال المهربة والتي غسلت من العراق. نعم. إلى خارج العراق، وتعرفها بالذات في أي مصرف وفي أي دولة موجودة. وزارة الخزانة الأمريكية لديها معلومات كافية، وهي التي طرحت مساعدتها للعراق. طيب أنا هذا اللي أعرفه. نعم. من خلال هذا يعني المعلومات بالصحافة العالمية. طيب دكتور، هنا يعني ما السبل المتاحة لوقف عملية نزيف العملة وتهريبها من العراق، ولا سيما في ظل الاتهامات الموجهة مباشرة إلى البنك المركزي العراقي؟ نعم، علينا أن نعيد مرة ثانية رقابة البنك المركزي ومزاد العملة، شايف كيف؟ وهذا أنا كتبت عليه مقالة في 2019 أنه الاقتصاد اسمها الاقتصاد السياسي لمزاد العملة، وأثرها على انتفاضة تشرين آنذاك 2019 كانت تبدأ المقالة. نعم. إذا المسألة موجودة قبل كذا سنوات، صحيح، وحتى كذلك ديوان قانون مزاد العملة حتى اللي طلع في نفس السنة في شهر 12 2015 و2019 كذلك. نعم. يعني المسألة الحكومة العراقية تعرفها، البنك المركزي يعرف كذلك بهذه المشكلة، ولكن متغاضين عن الموضوع لاستفادة الأحزاب. نشكركم الشكر الجزيل الدكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.